إذن فقرة زوم الثانية مشاهدينا في هذه الغرفة نخصصها للجدل الذي أثاره ما أسفرت عنه أعمال دورة فبراير للمجلس الجماعي لفاس من منع مزاولة حلاقة الرجال والنساء معا داخل محل واحد إذا كانت مساحة المحل غير كافية لاستيعاب الجنسين في جهتين منفصلتين. رئيس مجلس جماعة فاس إدريس الأزمي الإدريسي أصدر بيانا قال فيه إن المجلس صادق في دورة فبراير على مقرر تنظيمي يتعلق بتنظيم الشروط الإدارية والمهنية والصحية لاستغلال محلات الحلاقة والتجميل، وينص القرار على ضرورة أن تكون مساحة المحل كافية للسماح بمزاولة حلاقة الرجال والنساء، غير أنه وبعد التمحيص في أصل القرار لوحظ أن النص الأصلي يؤكد أنه يسمح بمزاولة حلاقة الرجال والنساء معا داخل محل واحد إذا كانت مساحة المحل كافية لاستيعاب الجنسين في جهتين منفصلتين، مما يعني صراحة النص على ضرورة الفصل بين الرجال والنساء في صالات الحلاقة. وللتعليق على الموضوع معي مباشرة من عبر الهاتف من الرباط الأستاذ الباحث سعيد الكحل. أستاذ سعيد مساء الخير. مساء الخير سيدي. بداية، ما تعليقكم على قرار مجلس جماعة فاس بشأن صالات الحلاقة بين الرجال والنساء؟ أول تعليق، بقدر ما يثير السخرية يثير السخط في حد ذاته. من حيث السخرية فهو يرد المغرب إلى عهود سابقة، إلى ما قبل التاريخ، أي يفرض على المغرب قوانين تناهض كل اتفاقيات والمواثيق التي صادق عليها المغرب، ويضع نفسه في موقف يجعل الناس يسخرون. هل الفساد يكون فقط في صالة الحلاقة والملاهي؟ هل شاطئ المنصورية ملها؟ هل هو محل الحلاقة؟ هل هو محل التدليك؟ لما ضبطت الشرطة الأمنية قياديين من الحزب والحركة يمارسان الجنس في الشاطئ، هل هذه الممارسة كانت داخل ملها أو داخل صالة الحلاقة؟ هؤلاء يسخرون من الناس ويضعون أنفسهم مكان سخرية، فجعلوا بهذه الممارسة بهذه القوانين أن الاختلاء في الشواطئ فجرا حلال، والاختلاط في محلات الحلاقة ومحلات التدليك حرام. هذه هي السخرية التي يضعون أنفسهم. طيب أستاذ سعيد، من جهة السخط يثير السخط، لأننا بدأنا بمسلسل أسلمت المجتمع وأخون الدولة، والآن هي سلسلة من الإجراءات أقدم عليها حزب العدالة والتنمية منذ ترأسه للحكومة، سلسلة من القوانين ومن الإجراءات تسير في هذا الاتجاه أسلم والتضييق. طيب، على الحرية. طيب أستاذ سعيد، عذرا للمقاطعة، يعني أنه من الملاحظ أن هناك تحايل على القرار في بلاغ مجلس الجماعة، فالبيان ينص على مسألة المساحة فقط بينما القرار ينص صراحة على الفصل بين الجنسين، ما رأيكم؟ هو في نفس القرار، يعني هناك موضوع المساحة من جهة، وهناك موضوع الفصل بين الجنسين من جهة أخرى. نعم، هو تحايل ولكن يضع نفسه في تناقض. هو يشرف في النقطة الخامسة، نعم، على أن الذين يزاولون الحلاقة يزاولون فقط إما للنساء أو للرجال، ولا يمكن الجمع بين الجنسين في نفس المحل. هذا جانب. الجانب الثاني، لما يشترط مساحة كافية، هنا مكمن الخلل. من يحدد هذه المساحة وما هي المقاييس التي يحددها ليكون المحل مناسبا أو غير مناسب؟ وهل الأحياء كلها تتوفر على محلات بنفس المساحة، محلات مناسبة؟ هذا النوع من التحايل هو أولا بيان أو بلاغ السيد اليزمي، هو فقط الحين أمام موجة السخرية وموجة الاحتجاج التي أثارها. نعم. طيب، سؤال أخير أستاذ سعيد، يعني كل دساتير البلاد وخاصة دستور 2011 تنص على المساواة بين الجنسين، لكن ألا يضرب قرار مجلس جماعة فاس في عمق المساواة بين النص القانوني والواقع التطبيقي برأيك؟ بالتأكيد. دعني فقط أذكر السادة المشاهدين باختصار لو سمحت، لأنه دهمنا الوقت لو سمحت أستاذ سعيد. نعم، شنا القانون الجنائي وكيف يشجع على جرائم الشرف، شنا برنامج التعليم وكيف مقررات التربية الإسلامية
تكفر الفلسفة والمنطق وغيرها، شنا خطب الجمعة وتناهض حقوق النساء وحقوق الإنسان وحرية الفردية والضمير، شنا تعطي الدستور فيما يتعلق بالمناصفة والمساواة وأيضا مقاربة النوع. المفروض أن الحكومة تلتزم بالمواثيق التي سلق على المغرب وتترجمها في التشريعات سواء كانت محلية أو تشريعات نعم. وطنية، وتكون هذه التشريعات مناسبة أو وصلت الفكرة. المواثيق الدولية. شكرا جزيلا لك الأستاذ الباحث سعيد لكحل، شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة، وعذرا للمقاطعة نظرا لضيق الوقت. مشاهدينا فاصل ونواصل معكم في موعد إخباري جديد في تمام الثامنة، أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.